giusto che dia quelli, sì. واخا دونك الشاب ابراهيم كيف ما عرفنا تعرض لشي حالة ديال الاعتداء العائلة ديالو الأصدقاء ديالو. الحالة ديالو دابا كتبان بأن حالة هي نفسية أكثر ما هي حالة عضوية، فهمتيني؟ دونك هنا يعني إن شاء الله نديرو له التحاليل الكافية، سكانير ديال الراس وديال المعدة الفقري، وكنتمناو من الله أنه ما يكونش عندو شي مشكل، فهمتيني؟ عضوي. غالبا غتكون حالة نفسية، وإلا كانت حالة نفسية إن شاء الله هذاك الساعة العلاج ديالها كيكون أسهل، خصو شوية ديال الوقت بطبيعة الحال وشوية ديال الضوء، وإن شاء الله يكون بخير. الإجراءات اللي تطبقوها فعليا مثلا دابا في هاد الساعة هادي إن شاء الله غادي يمشي يدير جهاز سكانير، يدير سكانير ديال الرأس العمود الفقري ديالو، ونحيدو الشك. دابا تكون شي حاجة اللي خصو شي تداخل جراحي ولا شي حاجة، فهمتني؟ ولكن على حسب التجربة ديالنا كيبان واحد النسبة ديال 90 ولا 95% إن شاء الله غتكون شي حاجة نفسية، لأن غالبا الإعتداء واقيلا كان حاسب ليه أنا وداكشي، على داكشي واقي شاب فهمتي، ربما خصو شوية ديال المواساة وداكشي ويكون خير إن شاء الله. شكرا.